قد شهاب بجوني لنشوف كيف ممكن تكون ردة فعل فريق الحكمة المتأخر على أرضه بفارق 5 نقاط. ما في شك فريق تبدين عامل بداية ممتازة جدا دفاعيا وهجوميا، ودائما رح نعتذر اليوم عن رداءة الصورة، في أمور بالفعل خارجة عن إرادتنا، اعتذارنا الشديد. قبل انطلاق الكوارتر الثاني ماركوس مالفن بسدد بالمسافة المتوسطة وبسجل أفضل سكورر وصباح خوري بالستة، غالب ردة 5، جراي 5 ومالفن صاروا 6 بهالوقت، بينما براندون كورتز عنده 6 4 نقاط. 6 نقاط إذن لماركوس مالفن، صار هو أفضل سكورر هو وصباح خوري. الفارق عم ينزل ل3 نقاط. شادي جراي بحاول يرد ما بينجح، الريباوند روني في هون، عفوا ديفيد دريغايا عالي جدا كان بهالريباوند. ماركوس مالفن من المسافة المتوسطة، 4 نقاط على التوالي لصالح ماركوس مالفن، والفارق عم يتقلص لنقطة، الفارق عم يتقلص لنقطة واحدة بس. 4-0 ران بأول دقيقة من الكوارتر الثاني لصالح نادي الحكمة. شادي جراي، حمد همدر، جراي بيقترب أكثر، بوصلها لبراندون يلي هون كان ممكن يسدد اللقيس، وفي كلوك فايوليشن على فريق التبدين، بس بنفس الوقت كان في ووكينج، يعني في ووكينج في كلوك فايوليشن من بعدها. وجمهور الحكمة بهالوقت فرح بعودة فريقه على الأقل لناحية حركته الدفاعية، شفنا هون كيف تحرك دفاعيا فريق الحكمة وكيف قدر بسرعة يقلص الفارق هجوميا عبر ماركوس مالفن ودفاعيا عبر كل الفريق. روني فهد، ماركوس مالفن بيرجع بيصلح، ماركوس بخلي الطابة معه بوصلها لمين؟ للغطاس يلي بيسدد عن الارك، والغطاس بينجح، يعني كان بعد فيه ثانية للغطاس انه يسدد، قدر الغطاس يستفيد من تمريرة ماركوس مالفن. اول 3 بوينت للغطاس بالجيم والثالثة لفريقه، وهيدي أولى نقاطه لجو غطاس بالمباراة، إنما المفارقة الحكمة صار هو متقدم بفارق نقطتين. 7-0 ران لنادي الحكمة بأول دقيقة ونص بالكوارتر الثاني. ميشيل حكيم، مقطوعة من روني فهد، دايما ب جود ديفنس في الكوارتر الثاني، والغطاس عم يسجل نقطته الخامسة، يعني ستيل واسيست لروني فهد، والتقدم أصبح 4 بهالوقت لصالح النادي الأخضر. شادني جراي في فاول لصالح شادني جراي، دايما لازم أذكر إنه الحكمة ما زال عم يلعب بأجنبي واحد، وما زال رولاندو هول على مقاعد الاحتياط، وبعد ما استعان في المدرب الصربي فاسلين ماتيتش. شادني جراي تسديدة الهمدر تنجح، ممتاز الهمدر، يعني فرجينا قدرات دفاعية كبيرة بالكوارتر الأول، وهلا عم يفرجينا كمان التسديدة من المسافة المتوسطة، الفارق بيتقلص لنقطتين. روني فهد، الفهد بحاول هو بتسديده من المسافه المتوسطه، وشادن جراي على الريباوند، حسن اللقيس كمان بيختار تسديده ثلاثيه، وروبير بوداغر ما بيتمكن يعمل كنترول كامل على الكره، قدمه بتخرج خارج البيز لاين، والفرصه بترجع لصالح ممثل الجنوب. نديم سعيد وصباح خوري على ارض الملعب، بدلا من روني فهد وجو غطاس. نديم سعيد هو اللي عم يدافع، صار على شادني جراي بدلا من الغطاس، حلو كتير حلو كتير من براندون بالفعل، يعني عم يفرجينا لاعب ارتكاز تبديل جديد، قدرات مهمة جدا
بيلعب بظهره للسلة، الهوك شوت اللي عنده اياها كمان مهمة مثل ما شفنا بالمحاولة الأخيرة. والتعادل الكامل، غالب رضا ممكن يعيد التقدم لصالح ممثل الجنوب، وتبنين عم يتقدم من جديد، تبنين عم يتقدم من جديد بتسجيل غالب رضا نقطة السابعة. بالإعادة هون عم نشوف السلة والخطأ يلي بيحصل عليهم غالب رضا. 23-21 لصالح تبنين، وممكن يزيد التقدم لثلاثة غالب بحال سجل عن الفري ثرو لاين. سبع نقاط، اثنين ريباوند واسيست، وهيدي نقطته الثامنة. ثلاث دقائق ونص على انطلاق الكوارتر الثاني. نديم السعيد 10 ثواني متبقية بالهجمة لفريق الحكمة. ماركوس مالفن بيعطيها لنديم السعيد عن الارك، والسعيد كمان عم ينجح من المسافة البعيدة. أولى نقاطه لنديم السعيد عم يختارها من المسافة البعيدة، وهيدا تاني اسيست لماركوس مالفن. والتعادل الكامل من جديد بين الناديين. شادني جراي، خطأ لصالح شادني جراي. بالإعادة عم نشوف الفاول يلي حصل عليه جراي من نديم. جراي بسدد من الارك، بسجل شادني جراي. هيدي الثري بوينت الثانية لإله بالمباراة، ونقطته الثامنة كمان، وهيدي الثري بوينت السابعة لإله، يعني بالمباريات الأربعة السابعة سجل خمسة ثري بوينت لحد هلا بهالجيم اثنين. ماركوس مالفن على اللو بوست، طابع عم تمر عند فريق الحكمة. صباخوري بقرر يخترق، ماركوس مالفن بسدد هو من المسافة البعيدة، ومالفن عم ينجح بتسجيل نقطة ال 11 نقطة لماركوس مالفن. أول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط، وهالمرة عم بسجل كمان ثلاثية. خمسة ثري بوينت لفريق الحكم. شادني جراي ممتاز شادني جراي.